عليه يصلي فيه ترى عشان الجو يمشي ما على يبشر شكله. شي بالخير في يعني مشى على تونس. الجامعة يدور أوه، يستعف في المواطنين وإن شاء ويستعف الله في نحن الناس الغدوة يصلي في ما التراويح كل يوم في تتعكرش الشوارع ويشقى الأمور الأشغال عليك ويستعف وتصبح الناس ويقال ربي من قال الرسول تو نزلوا من حوج سيء من إلى حوج تجاركم أسوأ. بالدين وهذا بارتجيو ماكسيموم كما تشوف على جمع المراكشي بالمدلسين التشنج بين أنصار في قيس جمع المراكشي سعيد بالمدلسين وأنصار قطع الشباب قطع الغنوشي. الشباب ماكسيموم حوج شاهدوا الغنوشي باش الكوميديا. يسمعوه ما يقدرش يقولوا له ديجاج لعبت 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 فدت. ها معايا اخويا صالح بعيد زاد. السلام عليكم صحة شبابكم، اليوم احنا متواجدين المناسير جامع مراكش لإيصال رسالة إلى زعيم الإخوان زعيم الإخوان المسلمين في تونس. اليوم كما قال أخويا أحمد هو قاعد يستعطف في الناس وفي ضعاف التفكير والعقل في محاولة أخرى للاستقطاب. نحن في المرصاد ليه؟ موجودين بنقول عليها. تخيلوا انتم كل ليله يصلي في جامع ندعو بارتاجيو ماكسيموم يا ناس بارتاجيو الشرش الغنوشي كما قلت لكم عليه. يلا الولاد بارتاجيو باش يسمعوه ما يكرهش يقولوا له ديجاج الشرش الغنوشي ما عادش يجي للبيت يقوم يستعطف باللعبات يستعطف باللعبات. بارتاجيو ماكسيموم كومنتاتكم كومنتاتكم للاخوان في المل. نحن ديجا في الملاسين جامع المراكشي ونستناو في زعيم الاخوان باش يخرج باش يسمعوه اللي يلزمه يسمع من الشعب. بارتاجيو ماكسيموم يا الاولاد بارتاجيو ماكسيموم راشد الغنوشي هاوي الفيسا بارتاجيو خلي توصل لهم باش يعرفوا باش تقهروا. نحن موجودين في الملاسين يدور من الجامعة لجامعة زعيم الاخوان يستعطف في الناس. اش قال لك اش قال عليك ولا انا خاف ربي؟ نعرف انا اللي يخاف ربي يصلي في دار ولا يصلي في جامعة واحد نتاع المستانس بيه مش كل ليله في جامعه او مره في الحلفاوين او مره في الملاسين او مره في الزهور او مره كل مره في بلاصه. فهمتني نحن اليوم في منطقه الملاسين فهمتني تحالف احرار موجود معناها حتى يقول له كلمات اللي يزمه يسمعها نعتبروه فهمتني الانسان يبيع في الذمه ويبيع في الوطن. او خارج تو في اللايف انا ديجا هذيك عنده ما تلقى الكلام نتاعو فهمتني ليه بطبيعة الحال؟ نعم شو نقولوا له لو قد ما تستعطف الناس ها تشوفوا ثلاثة كراهب الاسكورت نتاعو ثلاثة كراهب. نحن قاعدين كما قلنا لكم. اي راني نصور راني نصور شو تصورني انت شد شد صورني نحب نتكلم عادي مرة اي زاد صورني صاحبي نصور بعضنا نصور بعضنا انا قبل انا قبل شنو ما في دار تهربوا بيه فيسا فيسا تهربوا فيسا شنو مش يقول لك تك 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 وحيدي انا خد تك 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 فهمتني ولا بارتاجيو شباب بارتاجيو بارتاجيو ماكسيموم. اصبر لي اصبر يا سيف لا نخرج اصبر يا سيف يخرج باش يمشي بيه في دفيه معناها بارتاجيو. نحن موجودين قدام شامع الجامع المراكشي في الملاسين راشد الغنوشي جاي يصلي هنا يستعطف في العباد من جامع لجامع ويدور من جامع لجامع يستعطف في الناس. انا عارف ان اللي يخاف ربي ويصلي ويحب التقرب من الله يصلي في جامع حومته العاده في حي غزاله ولا راويين في الفيلا اللي شارعها بملايين المليارات في ربي معاه رياض الاندلس اللي هو المهم يخرج علينا ما عادش نحب نشوفوه في البلاد هذيا. فهمتني شيخ الاخوان ما عادش نحب نشوفوه نحن ممثل الاخوان. بارتاجيو يا شباب بارتاجيو صور فينا حتى الامن يصور فينا زعما شفتوه خلي يصوروا ما يسالش نحن من لا دعاة عنف لا شيء نحن باش نسمعوه الكلام اللي يلزمه يسمعوا الكلام اللي يلزمه يتقال الكلام اللي يلزمه يتقال له سي غنوشي هذا لازم نقوله له. تكلمنا لم نحب نقولوا يا غنوشي يا سفاح يا قتل الارواح واكيد شكرا يقتل بالعيد. الراجل ناش الغنوشي جاي هنا يصلي في جامع مراكش يستعطف في العباد يستعطف في العباد اي مسالش خلينا احنا هنا موجودين احنا حتى كان لا قدر الله حتى حد يتعدى احنا مش نتعدى ولا حد احنا مش نسمعوه الكلام اللي لازم يسمع. ناس كل فده منك ناس كل كرهتك سي راشد الغنوشي ناس كل خائبه معناها فاده من حاجه اسمها الاخوان والنهضه والارهابيين. احنا الان تو متواجدين في قدام جامع المراكشي اللي جاي يستعطف في شعب الملاسين سي راشد الغنوشي هذا يستعطف في شعب الملاسين معناه اللي ما يعرفش اللي شعب الملاسين اقوى واعظم منه وارجل منه بألف مره
لأنه شعب الملاسين ما قد ما قدش مقدمت له حش قدمت له على حركة النهضة الملاسين. وين هي صبخة السجوم اللي يحكي عليها اللي يحكي عليها سي السيد وقال مش تولي حاجة كبيرة ومش تولي حاجة عظيمة معناها. فهمتني؟ بارتاجيو شباب بارتاجيو ماكسيموم. كل الخائن كل بيوع كل ما يتمسح في القوى الخارجية باش يحطم بلادنا ويحطم تونس، نحن واقفين ليه بالمرصاد وكشوكة في حلقه، وتحالف أحرار موجود في كل بلاصة يا أحرار، بارتاجيو ماكسيموم. نحن موجودين خويا هنا باش نقولوا له كلمتين وكلمة، راهو الشعب فد منكم، الشعب ما عادش حشتوا بيكم. أنا فد هذه ما عادش، هذوما شعارات قديمة يا ودي يرحم والديك، هذه نساء الموضوع هذا اللي تحكي فيه يا ودي. انا فد وانا خبز وماء وانا ما تتقنيش عبد تسمع يا دينا شل نرعش بكل انا كاو يرحم ويرنا من فد والحكايات القديمة دي سيدنا منا راش الغنوشي زعيم الاخوان هذا يا الروح طلعت انا مش فد راش الغنوشي هذا زعيم الاخوان. بارتاجيو شباب ماكسيموم بارتاجيو يرحم والديكم يا شباب بارتاجيو، خلي توصل لهم خلي يوصلوا لهم لجماعة النهضة يقولوا يعرفوا اللي نحن موجودين في كل بلاصة، اللي نحن تحالف احرار في كل منطقة في الجمهورية، عندنا ما نسمع في حياتنا متهنا بإذن الله بإذن السميع العليم، واقفين لبلادنا واقفين لتونس. راجل غنوشي هذا فهمني ولا يدور كما قلت لكم يستعطف في المصلين ويستعطف في الناس من جامعة لجامعة من بلاصة لبلاصة من جامعة لجامعة. توا تفكر السلاوات في الجوامع، توا تفكر السلاوات تجي في الجامعة. هاك شوفوا قداش الاسكورت معاه ترى الحاكم معاه ولا المرصاد ديبون. نحن اخذ بالمرصاد ليه في انتظار خروج راس الغنوشي الزعيم الاخوان المجرمين زعيم الاذهبيين. ولاباس جو حفالي انا قبل ما صعد ليه زعيم الاخوان راس الغنوشي جاي يستعطف العباد من بلاصه لبلاصه. بارتاجيو ماكسيموم العباد بارتاجيو ماكسيموم. الارهابي راس الغنوشي المنظر للارهاب اللي قال هذوما اولادنا، معناها اولادنا في اولادنا موجودين اولادنا هاي في الشعام بيقول لهم ولادنا ذوما يتريني ويلعبوا في شوية سبور، قال لهم عادي معناه وما تنسيوش الجلسة بتاعه اللي حكاية فيها على الجيش بتاعنا والأمن يعني. الأمن والجيش مش مضمون، ما تنسيوش اللي جيشنا وأمننا مش مضمون. نحب نقولوله جيشنا وأمننا مضمون، الجيش التونسي مضمون والأمن التونسي مضمون بإذن الله السميع العليم. أمننا وجيشنا واقف صحيحة. تحية لكل أفراد الأمن والجيش، نحب نذكروه اللي هو قال الأمن والجيش مش مضمون ويدور ويستعطف في المواطنين والمواطنات. نحن كما قلت لكم مش نفهموه ونوريه ونقولوا له جيست افهم يا سي الغنوشي انه الناس كرهت الاخوان المجرمين، تونس كرهت يا راشد الغنوشي. هنا راشد الغنوشي جاي يصلي في الملاسين جامع المراكشي يستعطف ويساسي ويخدم بالشعب ويخدم بالدين ويخدم بالاسلام. حتى العباد اللي تصلي وراه سي راشد الغنوشي هذا، حتى العباد تصلي وراه ليه يصلي كيف يصلي بهم هذاك يصلح يصلي بالمصلين حتى يصلي يقبل من ربي ما يقبلش منك نوعا ذاك. لأن اللي عملوا في 10 سنين في البلاد هذية اللي عملوا 10 سنين في الناس هذية هو كون الفلوس وعمل المليارات والشعب التونسي قعد مطيش. النهضة اش قدمت للملاسين ولا راشد الغنوشي اللي يصلي في الجامعة هذية اش قدم للشعب التونسي؟ قدم كان الخصاصة والفقر وكيلو فلفل ب6000 فهمتني ولا، ويحطوا في العصاير في العجلة ويبرافيو نموذج. أنا قدامك صاحب مورد قروضات وحدك حليلة مورد في قروضات في جرد شكون في جرد وفي جرد السياسات اللي يتبعوا فيها هو القطيع اللي عنده اللي يحكي حب يعرف. نحب نقول لكم نحن في انتظار راشد الغنوشي باش يخرج من الجامعة هذايا بارتاجيو. نحن تحالف أحرار موجودين في كل بلاصة، راشد الغنوشي في الجامعة هذايا يعيشكم. اللي يعرفني ما يكلمنيش بالتليفون خاطر يصور به لايف. شعب الملاسين شقدم له راشد الغنوشي اللي جاي يستعطف في المصلين؟ شقال عليك
هاني نصلي هاني في ندور في الحومه الشعبيه. الحومه الشعبيه كان هتك اخر شيء عمل دور على سقيك ليش اسكت صلي في حي الزهور الا ما امك وحوانت عاشور بالنسبه لي انا ايش اصلي فيها حي الزهور ما بس سالي معناها نحن نستنى في زعيم الاخوان المجرمين زعيم الاخوان اللي يصلي في الجامعه هنا ما قدم شيء للشعب التونسي ما قدم شيء للشعب الملسين اللي هو جايهم اليوم يد القدام يد التالي شنو قدم لهم ناس ملسين جاي يصلي في الملسين يستعطف في المصلين يستعطف في اولاد الملسين ايش قدم لها الملسين السيد هذا ما قدم شيء للملسين ونحن جايين مش نقولوا له كلمتين ونمشي لا انا دعاة عنف ولا انا مش نضربوه ولا انا مش نعملوا حتى شيء نحن مش نقولوا له كلمتين ونسمح واللي يحب يهمني ولا بلاده يبارتاج حتى يعرف زعيم الاخوان المجرمين راشد الغنوشي انه نحن ضد وجود مثل هالشرذمات هذه ونطلب الامن مساج للامن مساج واضح للامن نحن موجودين قدام جامع المراكش الملسين نحن جايين سلميين مش تقولوا مش يكلموه بالكلام هكا هو ماناش لا دعاة لعنف صارك صحة يا به لا دعاة لعنف لا نضربوا نحن جايين مش نقولوا له بالكلام الشعب فد من السياسات هذه سايد في درجة تأويل قولوا رفع مجدد كم مش بعطمنا سايد زعيم الاخوان هاو شمعكم مقابلين اما غاديكا جايين وقفين جمعت ليشين حماية الثورة هاوينا جمعت ليشين حماية النهضة هاو ما موجودين نحن موجودين قدام الجامعة بالطبيعة ناس الخشيد يا ما هم بدأوا يلموا في ناسهم جماعة النهضة بدأوا جماعة يلموا بدموا بدأوا يلموا في ناسهم جماعة النهضة هاكم تحضر حماس المقابل ثم بدأوا يلموا في 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 بعضهم الشيخهم هاي نتواصل وايد السلام عليكم نحن في انتظار كما قلتكم اللايف متواصل اي شباب النهضة ولا اللسيح وين زياد؟ ندعو الناس اللي قريبة من ملاسيم من جامعة جامعة المراكشي هاي هذا هبطوا كانوا معنا من جامعة المراكشي يقرب من جامع مراكش يتفاجئ وحدانا لهنا السلام ورحمة الله وبركاته هذوما اللي يشوفوا فيهم جماعة النهضة شكرا لك 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 شكرا لك
موجودين قدام جامع المراكش الملاسين نكرر ونعاود راشد الغنوشي جاي هنا يصلي هم تشوفوا في الكراهب بتاع الامن تاعو موجودين سيراج الغنوشي في جامع هذايا ندعو كل الناس الأحرار والشرفاء اللي قراب من الملاسين إذا نجموا يجوا توا مرحبا بهم في جامع المراكشي ما يبيعوش فيه بالطبيعة ساهل تلقاوه في جامع المراكشي بعد 10 سنين من الظلام والظلمة تاع الإخوانجية عشرية سوداء أنا مستنوا في شيخ الأخوان شيخ الأخوان راشد الغنوشي في الجامع ديجاج يا غنوشي باش نقول لكم ديجاج يا سي غنوشي نحن لسنا في حاجة ليك بابورك زفر ولا هم يطلبوا في جماعتهم مش يجيبوهم لنا إن شاء الله المانع خير وإن شاء الله ما يجرى لنا شيء ما بس نحن مستعدين من أجل الوطن نضحيه من أجل أن نطردوا من أجل أن نطردوا زعيم الإخوان هذا مستعدين أن نتعذروا من بكري قصت علينا كونيكسيون وسكت التليفون خلاص الله ظروف الطالب جيت شمويتيا قال غالب انا رجعنا تو على كل حاجه صار يا سالم يقرا بخو شنو غادي 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 سي راشد سي راشد الغنوشي السلام عليكم سي راشد لاباس عليك شنو احوالك لاباس عليك هذا يصير تمر زيت المريض تاع شو قاعد يصور